على طول سريعا بالدوري الانجليزي، هنشوف النتائج وكمان الترتيب، وهنروح لكاس الاتحاد الانجليزي اللي احنا هنبدا بيه. طيب نبدا بجدول الترتيب الدوري الانجليزي. طيب نفكر حضراتكم تاني ان الاسبوع ده ما كانش فيه دوري انجليزي، كان فيه ماتشات في كاس الاتحاد، وبالتالي بنفكر حضراتكم بالترتيب. ليفربول في المركز الاول 58 نقطه، ليستر سيتي في المركز الثاني ب 45 نقطه، مانشستر سيتي في المركز الثالث 44 نقطه، اما تشيلسي في المركز الرابع ب 36 نقطه، ومانشستر يونايتد في المركز الخامس ب 31 نقطه. طيب نروح بقى لنتائج كاس الاتحاد الانجليزي في الجوله الاخيره، ونقول لحضراتكم ابرز النتائج اللي كانت موجوده. مانشستر سيتي بيفوز 4-1 على بورت فيل، ليستر سيتي بيفوز 2-0 على ويجن اتلتيك، وولفرهامبتون بيتعادل 0-0 مع مانشستر يونايتد، وبالتالي هتقام مباراه على ملعب مانشستر يونايتد علشان يتم تحديد فيها من هو صاعد الى الدور الثاني. قوانين كاس الاتحاد الانجليزي، في حال انتهاء اي مباراه بالتعادل السلبي او بالتعادل الايجابي نلعب مباراه ثانيه، لو حصلت نفس النتيجه نروح لركلات الترجيح. ليفربول بيفوز 1-0 على ايفرتون بالفريق الثاني، وتشيلسي بيفوز 2-0 على نوتنغهام فورست، وميدلسبرا بيتعادل 1-1 مع توتنهام هوتسبيرز علشان يكون في مباراه ثانيه حاسمه ما بين الفريقين يتاهل فيها الفائز. بنفكر حضراتكم بنتائج مباريات الدوري الانجليزي الممتاز في اخر الجولات. بيرنلي بيخسر 1-2 من استون فيلا، برايتون بيتعادل 1-1 مع تشيلسي، نيوكاسل بيخسر 0-3 من ليستر سيتي، وساوثهامبتون بيفوز 1-0 على توتنهام هوتسبيرز، وواتفورد بيفوز 2-1 على وولفرهامبتون. السيتي بيفوز 2-1 على ايفرتون، ويست هام يونايتد 4-0 على بورنموث، ونورويتش سيتي بيتعادل 1-1 مع كريستال بالاس، اما ارسنال بيفوز على اليونايتد في اول فوز لارتيتا مع قيادته للجانرز 2-0، ليفربول بيفوز 2-0 على شيفيلد يونايتد. المباريات القادمة في الدوري الإنجليزي والبداية من يوم الجمعة 10 يناير، شيفيلد يونايتد أمام ويست هام يونايتد الساعة 10، يوم السبت كريستال بالاس أمام أرسنال الساعة 2:30، تشيلسي مع بيرنلي الساعة 5 في نفس التوقيت، إيفرتون مع برايتون الساعة 5، وأخيرا مانشستر يونايتد مع نورويتش سيتي الساعة 5. ليستر سيتي مع ساوثهامبتون الساعة 5، وولفرهامبتون مع نيوكاسل الساعة 5، توتنهام هوتسبيرز مع ليفربول الساعة 7:30 في لقاء قمة الجولة، بورنموث مع واتفورد، وأخيرا يوم الأحد أستون فيلا مع مانشستر سيتي الساعة 5. قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي، جيمي فاردي في الصدارة 17 هدف، أوباميانج لاعب أرسنال 13 هدف، يتساوى معاه داني إنجز لاعب ساوثهامبتون واللي اتكلمنا عليه الأسبوع الماضي، واحد من أهم اللعيبة اللي موجودين حاليا في الدوري الإنجليزي 13 هدف، وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 12 هدف، تامي إبراهام لاعب تشيلسي 12 هدف، ورحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي 11 هدف. طيب نروح للدوري الاسباني وجدول الترتيب عشان نفكر حضراتكم. برشلونه في الصداره ب 40 نقطه بعد التعادل الاخير امام اسبانيول، يتساوى معاه ريال مدريد 40 نقطه، اتلتيكو مدريد في المركز الثالث 35 نقطه، يتساوى معاه ايضا اشبيليه في المركز الرابع ب 35 نقطه، اما ريال سوسيداد في المركز الخامس ب 31 نقطه. نتائج مباريات الدوري الاسباني في الجوله الاخيره، بلد الوليد بيتعادل مع ليجانيس 2-2، اما اشبيليه بيتعادل 1-1 مع اتلتيك بلباو، فالنسيا بيفوز 1-0 على ايبار، وختافي بيخسر 0-3 من ريال مدريد، واتلتيكو مدريد بيفوز 2-1 على ليفانتي. اسبانيول بيتعادل 2-2 مع برشلونه، غرناطه بيفوز 1-0 على ريال مايوركا، وريال سوسيداد بيخسر 1-2 من فياريال، وديبورتيفو الافيز بيتعادل 1-1 مع ريال بيتيس، وسيلتا فيجو بيتعادل سلبيا بدون اهداف امام اوساسونا. مواعيد مباراة الدوري الاسباني، البدايه من يوم الجمعه 17 يناير، ليجانيس مع ختافي، وليفانتي مع ديبورتيفو الافيز،
ريال مدريد ضد إشبيلية، أوساسونا أمام بلد الوليد، وإيبار أمام أتلتيكو مدريد. ريال مايوركا وفالنسيا يوم الحد، ريال بيتيس ريال سوسيداد، فيا ريال إسبانيول، أتلتيك بلباو سيلتا فيجو، وبرشلونة أمام غرناطة. قائمة الهدافين في الدوري الإسباني، ليونيل ميسي في الصدارة ب 13 هدف، كريم بنزيما صاحب المركز الثاني 12 هدف، ولويس سواريز 11 هدف، وروجر سيلفادور لاعب ليفانتي 9 أهداف، ولويس أفيلا لاعب أوساسونا 8 أهداف، وويليان خوسي لاعب ريال سوسيداد 8 أهداف. جدول ترتيب الدوري الإيطالي، هنروح معاكم للدوري الإيطالي علشان نتابع أهم الأحداث. بتقام مباريات النهاردة، وفي مباراة مهمة جدا الساعة 10 إلا ربع هتكون ما بين إنتر ونابولي. إنتر في الصدارة ب 42 نقطة، يوفنتوس يتساوى معاه 42 نقطة. لكن الماتشات دي أو الجدول اللي حضراتكم شايفينه قبل الماتشات اللي هتتلعب النهاردة، فإنتر ميلان عنده مباراة، يوفنتوس كسب كالياري 4-0، وبالتالي لو ينكسبش النهارده او ما عرفش يحقق ثلاث نقط لن يتساوى مع اليوفنتوس، والصداره هتكون ليوفنتوس منفرد. فانتر 42 نقطه، يوفنتوس 42 نقطه، لاتسيو 39، روما 35، واتلانتا 31. طيب نتائج ماتشات الدوري الايطالي في الجوله الاخيره، بريتشيا بيخسر 1-2 من لاتسيو، سبال بيخسر 0-2 مع هيلاس فيرونا، وجينوا بيفوز 2-1 على ساسولو، وروما بيخسر 0-1 من تورينو. لسه مكملين مع حضراتكم في الدوري الايطالي ومواعيد المباريات القادمه. البدايه من يوم الاثنين 6 يناير النهارده كان في ماتشات، ميلان وسامبدوريا، اتلانتا وبارما، ويوفنتوس وكالياري. ده خلص 4-0، ورونالدو احرز 3 اهداف وصنع هدف لجونزالو هيجواين، وليتشي واودينيزي. واخيرا بعد ما نخلص مباشره نابولي هيلاقي انتر ميلان في مباراه قمه الدوري الايطالي الساعه 10 الا ربع. كالياري وميلان ايضا، لاتسيو نابولي، انتر ميلان واتلانتا، وروما واليوفنتوس. دي الجولات السابقه اللي هتكون ان شاء الله من يوم السبت القادم، جوله جديده في الدوري الايطالي. قائمة الهدافين في الدوري الإيطالي، نابولي في الصدارة 19 هدف، لوكاكو 12 هدف، وجلفاو لاعب كالياري 11 هدف، وكريستيانو رونالدو بعد النهاردة ما وصل ل 13 هدف، هو اللي في مركز الوصيف مكان لوكاكو ب 13 هدف، علشان يقرب بشدة ويقرب بشكل كبير من إيمابولي لاعب لاتسيو على لقب هداف الدوري الإيطالي. لويس موريال لاعب أتلانتا 10 أهداف، ولوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان 8 أهداف.